فكم متحمسات اكثر متشوقات نتعرفوا على وصفات جديده. رفقه خويا فتح هشام وكنرحب به ترحيب خاص جدا جدا جدا. مرحبا بك خويا فتح. ربي يخليك. لاباس عليك سميه؟ صباح الخير. صباح النور. دائما السؤال القديم جديد طويل هو من يفيق الصباح الانسان؟ كل شيء كاين يحمد الله ويشكر كادو هذاك الرباح من الرباح. طيب احنا دائما حلقتنا مفتوحه مسامعاتي مسامعينا، الا بغيتوا تواصلوا مع خويا فتح ما تيبخيش عليكم، بغيتوا تسولوا شي سؤال، بغيتوا شي ماسك ولا شي قناع تبعتوه وما ديتوش المقادير ديالهم مضبوطه اولا الطريقه ديال التحضير ديالو، حنا غادي نعاودوه. ما كاين حتى مشكل، ما عندنا حتى مشكل. بلاتي من غير هادشي في ما طيح بال مشي وصفه خارج المغرب او خارج القاره ولا شي حاجه وما عرفوش التركيب ديالها، نعطيوها لهم فوتوكوبي بوسائل مغربيه بحوجات مغربيه، نقدروا ناخذوها من الكوزينه ان شاء الله باذن الله، او لا تعدينا نخرج ناخذوا حاجه ولا جوج غير ما يبخلوش علينا. وبهاد المناسبه ان شاء الله باذن الله دابا مابقاش كنجيب السياره هنا على حسب ما كنلقاش فين نوقفها، وليت كنجيب سياره الاجره في الطاكسي. وبعض المرات كنطلع كنلقى الناس دايرين ام اف ام وكنجد معاهم الهضره وجبهم حوار. لهذا غندير لهم واحد الكادو ملي الطاكسي غنمشي نجيب معاهم اربع مرات في النهار واحد الكادو ديالهم، غنولي نجمعي من توجد ديالي وغنطلع نسولو الى تصنت الحلقه وهضر لي على الموضوع نعطي كادو ليه وللمدام ديالو. يا الله بس تجي فجاه تجي بهاد الخبيره هذه بعدي ما تسالش. جاتني عادي كرم منك والله العظيم. جاتني عادي وتحية للسي دريس اللي ركبت معاه اليوم وراه وقال لي بصحتك الكادو. سيتي اهل الكرم ماشي غريب عليك هذه القضيه. ربي يخليك. شكرا على هذه المبادره الطيبه. ربي يخليك. وانا اكيد ما فيها شك ان تبارك الله المتتبعين عندنا شريحه كبيره ديال سائقين سيارات الاجره اللي تنحييهم رغم الضغط ديال الطريق وديال التوتر ديال الكلاكسون. الدار البيضاء ولات مخنوقه بزاف فمسا كتعاني. اي دابا ملي جيت مع الموضوع وخصوصا قلت لي انا مع لاله سميه في لاله فاطمه، اول موضوع هو الغلاء ديال المحروقات زائد الزحام والامبوتياج يعني ضغوط مساكن. راه كيعاود هذا السيد دريس هذا قال لك السيد راه على البركه. قلت له الحمد لله باقا ديك البركه هي باش عايشين. راه حنا ماشي من الدول الغنيه وماشي من الدول الثانيين الفقيره كاع، راه عندنا واحد البركه وعندنا ديك اش نقولوا ديك رضا الوالدين باقي كنخدموا بها، راه بقليل كنديروا كثير. ايوا الله يسهل الامور على الجميع يا رب ونعمنا بامطار خير. يلا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب والله كندعيو يا رب يفرج علينا الجو ديال الصيف بدليل انا باقي نلبس حوايج الصيف يعني كتحز في القلب ولكن ما بيد الحيله. ايوا الاعتراض القدر الله. الله رحيم اكيد بعباده والحمد لله كنتسناو كنترجاو رحمته يا رب. غادي نمشيو اخويا فتح نكملوا البارح. هذا برافو عليك على المقدمه الزوينه اللي درنا. صحيح بديتي معنا البدايات باش الناس يفهموا الدرس منين كتجي التمزق ديال التجي. حنا بغينا الانسان حتى اللي يفهم، شوف اللي كيفهم احسن اللي يحفظ. اللي يفهم اش كيدير كيولي بدا من عنده كيعطي من عنده، علاش؟ كيعرف شنو المشكل. دابا كيقول لك فاهم السؤال نصف جواب وتشخيص الداء نصف العلاج. لهذا حنا عطيناهم لا باز يعني كيفاش هاد التشققات كتجي، يعني نحيدوا العامل الوراثي نحيدوا بزاف الحوايج. حنا هضرنا غير على جوج حاجات الا وهي التغذيه السيئه زائد المراه الحامل اللي ما كتتهلاش في المسطره ديالها، وعطينا كذلك زيوت راه نقدروا ندوزوا عليها بسرعه باش يبقاو عاقلين. علاش الناس ما تبعوش معنا البارح يتبعوا معنا زيوت اللي كتكون باش نعطيهم يعني الخلاصه والعمود الفقري، زيوت اللي كتكون فيها كميه كبيره ديال الفيتامين او. ملي نقولوا فيتامين او تنقولوا ترطيب وكذلك محاربه التصبغات. محاربه التصبغات ماشي كتبيض وتبهت، لا كتعدل لنا منطقه ديال ديك المناطق توحد اللون ناحيه الكولاجين ناحيه التلوين. علاش؟ هذوك الافتتاحات مثلا الا جاو ووصلنا للنقص الثاني، حنا نرجعوا للنقص الثاني بيض، هذاك البيض ضروري خصنا نحفزوها. حنا غنرجعوا ان شاء الله باذن الله، حنا باذن الله هذه الحلقه هذه نحاولوا ما امكن نهضروا على النقص الاول. اول افتتاحات نكونوا غوز نفكرهم بالزيت ديال البارح، كنلقاو زيت البلديه هي رقم واحد، زيت الكوك، زيت اللوز، زيت الجوجوبا، زيت رشيم القمح، وزيت نوار الشمس. هادو يديروهم اللي دارهم كاملين نعطيهم الرضا. داروا ثلاثه منهم يرضي عليهم، داروا غير واحد ولا جوج يقدروا يحفزوه. باش يحفزوه كما قلنا بكبسولات تاع فيتامين او مزيانه، راه حتى هي خلاصه زيتيه كنحفزوا بها. هذه نديروا به دائما. هذا كنهضروا على الترطيب القبلي، هذه التهيئه البنيه وتهيئه للمراه الحامله اللي عارفه راسها خالاتها عماتها خواتاتها الكبار منها ماماها يعني وقع لهم هذاك التشقوق، تقدر تبادر تكون عندها تقريبا 60-70% هذا اللي هذا تبادر وتقضي غرض. هادو الدهن قبلي، ومن يقول دهن قبلي راه ماشي تسنى تيجيها رزقها وتنوض تجوج اللي غادي تقلب على الدهن، لا تهلا في صحتها قبل. حنا هاد التشققات يجيو اللي يجيبهم، حنا تهلا في صحتها وتهلا في البوطي ديالها وتهلا في الجمال ديالها وتهلا كذلك في ديك البشره تبقى ديك الملمس الحريري. تنقولوا الجنس ناعم
خاص يكون ناعم عباد الله. راه عطينا التبريمه راه رائعه، تحيط طبقه جلد الميته وتوحد اللون وتحيد داك التشقوقات اللي كتكون خارجيه والحبوب اللي كتكون بعض البثور بعض الحرشيه كتحيدها. لهذا ما فيها باش تصلوا فلوسهم ولا داروا الترطيب، راه يديروا في بالهم على ان تقريبا 80% ديال التشقوقات ما غتجيهمش الا الا كان شي حاجه اكثر من الطاقه واكثر من الجهد الله اعلم. لهذا كنحاولوا ما امكن. زائد العنايه التغذيه، ملي نقولوا التغذيه ناكلوا حويجات اللي تحفزنا وتقوينا وتعطينا المناعة وتخلينا نوقفوا ونخلينا اكتيف ونشيطين، ولكن ما يكونش تضخم الداخل والياف اكثر من القياس، الدهون اكثر من القياس، عضلات اكثر من القياس. الجسم ديالنا راه كاين واحد حيت تعميت يقول لك اشهر وعاء يقدر يعمر الانسان هو المعدة ديالو، يتعمروا بالزينة يتعمروا بالخير. وحنا باقيين في النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك سيدي نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا فلا نشبع. شوف سبحان الله العظيم هذا الريجيم طبيعي، ما كناكلو حتى يجينا الجوع، ولا كنا ما نشبعوش اكتفاء ذاتي بارك. ما التخمه وبين قوسين التخمه بصح يعني على حاجه زوينه ديال الشلايط بالخضر بالديسير بالفواكه بحويجات وازنه بصحه والراحه، اما التخمه بالنشويات بالبروتينات واللحوم هذه كارثه. حنا اللي هضرنا على هاد الاطفال وسمنه الوليدات صحيح. قلنا الترطيب، سولوني الترطيب واش بشكل يومي خاصنا كل نهار نرطبوه ويرتاح ولا نديرو غير مره في الاسبوع ولا جوج مرات ولا بعد خروج من الحمام ولا شنو؟ ها تكردا هضرت على البنيات الصغيوره اش قلت لهم؟ عطيتهم جوج حلول، عطيتهم دو بيس. شناهي الا درت ليها يومين في السيمانه الماما جابت البنيه رطبت ليها الجلده خصوصا الارداف الفخيدات الكريشه الصدر تحت تدي اي اماكن معرضه للتشقق، هذيك ديرها لها جوج مرات في السيمانه، هذاك هو هذاك هو الخط. قل منه رمد قاضي غرض فوق منه برافو عليها. على الاقل جوج مرات في الاسبوع اللي بغات تهلا يوم ايه يوم لا، هذه بالنسبه للبنيه راه كافيه انها ديك الجلده تشرب وتغدى. وهذا ما نساوش ان دائما الحمام مره في اسبوع ونحيط طبقه الجلد الميته، علاش؟ باش نستافدوا من واحد الحاجه ديك الطبقه الايزولون الحاجز والعازل يحيد لينا باش درنا الزويته ضربت لصقت. غنجيو للحامل، هذا الحامل نقولوا عاد بوادر ديال الحمل نوض لاله مع الدماء يدار سالات خدمة سالات شغل سالات طياب سالات غرضة مع راجلها سالات كل شيء، تجلس زويتها رخيصة. هذا الزيوت اللي عطيتهم راهم رخاص، يديروا جوج يديروا ثلاثة يديروا أربعة يديروهم كاملين. إذا خذوا نقولوا 50 غرام 50 غرام من هذا الزيوت راه تعطيهم تقريبا نص سيطر، ونص سيطر يدهلها ثلاث شهور ديال الدينانة اللي سمية، يعني ماشي مكلفة. كيبقى فاش التكلفة فاش؟ في العناء، هي في تخدم الحاجة في الوقت اللي غادي تمنح الراس. دابا بعض المنتوجات هي الماتيغ دو باز ورخيصة ولكن التكلفة في كاينة في التريتمون ديالها. بحالاش نقولوا مثلا العكر الفاسي، العكر الفاسي شنو هو لاباز ديالو؟ هو الوراق ديال شقائق النعمان، هو بالعمان احنا بالعمان والاحمر، ها هو موجود في الزنيقات، ها هو شكون بغاه وسيري صوب ليا منه العكر الفاسي. تماك فين قالت لي الحادقات الفاسيات اللي عرفوه ليك يقطفوه بالطريقه ديالته في التوقيت ديالو ويكرم في الظل وما يخليوش الشيء يكرم كاع لدرجه خصو يبقى فيه واحد النسبه ديال الرطوبه باش ملي يطحن يعطيهم الطوع. هذيك هي الخدمه، هذيك هو اللي كيغليه كيوصلوا حتى 30 غرام 30 درهم للغرام. وتصور هذه هو اصلا عارف الزنيق محطوط منشور ناشو سيدي ربي، راه لاباز الخدمه، راه الخدمه هي الاساس. درنا هاد الزويته بالنسبه للسيدات اللي وصلوا واحد المرحله يعني مزوجه وكذا ومؤهله انها هانيه لاله يوميا ما خاسره والو تبات حتى الصباح، ودائما دير واحد سيرفيت ولا واحد بيجاما خفيفه ولا شي حاجه ديرها على حساب النعاس. قدها تشغلها وغيكونوا فهموني فين الكاميرا، غيكونوا فهموني قدها تشغلها قدها طيابها قدها مع راجلها قدها كل شيء، بقى لها عاد دهن الكريشه ديالها وجسم ديالها وتلبس البيجاما ديالها وديك الحاجه وتنعس الصباح بغات تدوش عطيها رضا، بغات دير مسيحه خفيفه تبارك الله عليها، راه ديك الزويته مع النعاس ومن البيجاما راه غتشرب ما يبقى حتى حاجه، خلات شي بقايا ولبست عليها حويجاتها وسمعني يبقى خدام لها داك الشيء النهار كامل. لهذا نوصيوهم دائما ترطيب ترطيب ترطيب. وعطينا مثال الترطيب هو اللي كيخلي الجلده فليكسيبل مطاطه يعني بحال الشومبرير، واخا ما كاينش المقارنه ولكن بحال الشومبرير كتمدد لاقصى حد. حنا كنقولوا النعومه والليونه في نفس الوقت فليكسيبيليتي راه هي هذه النعومه والليونه. حنا اش كنقولوا؟ المراه ملي كتحمل راه تقريبا الكرش كتضاعف من 3 ل 4 المرات في ظرف 9 شهور، وتصور زائد الوزن هذه راه هذه اوتوماتيكمون خصها تمزق. غادي نرجعوا لواحد الموضوع قديم جديد شنو هو؟ علاش قلت لك البارح لعقلتي قلت لك البارح راه 30 سنه باش هذه 30 سنه باش ولات الظاهره ديال تشقق الجلد. قولي منين غاتجيك غريبه وغاتجيك بعيده، الا هو ماده الكولاجين. مابقاش التغذيه ديالنا بغيت كرضا كولاجين التغذيه ملي كان كيكون الخبيزه الحميضه الرجله البقوليات كامله من الطرف حتى للطرف، الوراق ديال القرقع وديال هذا ديال الخرشف وراق ديال الباربه وراق ديال الخيز وراق ديال هادو يمكن كياكلوهم بلاتي. واش باقيين كيديروا لنا مثلا وجبه ديال البقوليات بوحدها والخبز واتاي؟ لا كانت وجبه لله
كانت وجبه ما كانش تمزق. علاش؟ هادو كله محفزات من الكولاجين. ملي تكون محفزه الكولاجين، الكولاجين اش قلنا لك مره عليه؟ هو اللي كيدير الترابط ديال الانسجام. ملي كيدير الترابط كيجمع بين الخليه وبالانسجام، يخليهاش تمزق. واخا المراه تحمل كتمشي الجلده، وملي كترجع الجلده عقلتي واحد المره قلت لك الجلده عندها ذاكره، خاصها ترجع للبلاصه اللي كانت فيها الاول. الا كان شي خطا ولا كان شي مشكل، هي هادشي اللي كنعيشوا فيه حنا دابا لهاد 30 سنه لهنايا، هو اللي كنعيشوا حنا. لان الجلده ما بقاتش عندها ديك المحفز ديال الكولاجين اللي غير رجعها مطاطه وفليكسيبل وكتمدد. لهذا نرجعوا لهاد التغذيه خصوصا. كنقول لكم نعاودها، ملي تنقولها راه فيا ما نقول لهم نعطيهم مواصفات غاليه با غاليين مع هادو. ملي كنقول مثلا الخضر الورقيه، نقولوا البقوليات، نقولوا الخبزه ومجاورهما، نقولوا الحريقه، نقولوا الحميضه، نقولوا الرجله، نقولوا هادشي كامل راه كاين با غاليل ديالو ولكن غالي. نقولوا اسبيرولين، نقولوا غذاء الملكي، نقولوا حبوب اللقاح، نقولوا شينسي، نقولوا غاليين كيتباعوا الجرام هادو، وكيستافدوا بعطاهم لنا فابور الخاص عباد الله. ملي كيشريو الباربا الورقه كان لحوم، استافدوا من هادشي خيرات الله ما ضيعش. واحد المره قلت لك راه كنكون عندي خضار كنتقدا، وكتب لي المره كتقول لي حي ديال الوراق، والله الا كتشدني العرق انا بعدا. هذوك الوراق راه غنى من دوك الحبه بعشرات المرات. الحبه نقولوا فيها الالياف الدائبه والالياف غير الدائبه، وكتساعدنا في الهضم وتساعدنا في الافرازات وكل شيء. ولكن الاوراق فين تقول فين الختوريه؟ قلتي فاش عطيتك المثال ديال العريقات، الورقه ديال البارب ملي كنسرحوها نقادو مع الشمس، هذاك الاحمر شنو هو؟ تماما فوتوكوبي العريقات. ملي نقولوا عريقات تغذيه، نقولوا الدوره الدمويه، تنقولوا سبحان الله العظيم كاين علم الاسقاط شنو هو. اي نبته، اي ربيعه، اي حبه، اي عشبه كتشبه شي عضو في جسم الانسان. وبلاتي كاين واحد الميزان غنقول لك غضحك عليا، وانتم المستمعين يقدروا يضحكوا عليا. فعام الاول في وقيته ديال الشتا كنا في العروبيه، ومشينا نسرحوا شي بقيرات ديال الخاله ديالي، ومعنا خالتي هذه خالتي مقاريه ما والو. شو واش دارت لينا؟ طلقت البقره تسرح ديك الساعه الربيع نايد، اللي كلات منها البقره كتجمعها هي، اللي كلات منها البقره كتجمعها هي كديرها في خنشه. في الليل هذاك هو عشانا، طيبت لينا بالثومه بالزيتون ديالها بمسائل ديالها، اقسم بالله اللي كلات البقره ماشي على الخبيزه والخبيزه وما جاورهم، اي حاجه كلات منها البقره خدات منها وقردتها بحال الربيع وطيبتها بحال القضية الخبيزة. ولكن كي دايره والروعة هذه، هذه نقول لك خالتي السيدة بمناسبة تحية لخالتي نعيمة، تحية البادية صراحة والله تقولها شكرا لك. الناس اللي خداو شي حويجات من البيئة من الطبيعة يعني ضمنيا ما حسوش بها. لهذا لو رجعنا لهذه ما نحتاجوش، ما غنوصلوش للترطيب، صحيح شي اللي لو كانت التغذية عندنا وصلت للطب ما غنوصلوش حنا للترطيب. حنا اجد انا نقول لك دراسي لهذا التغذيه راه كتبقى كعلاج اولي سباقي. اش كيجي يتبعوا؟ اللي كيجي الترطيب. هادو الناس اللي ما عطاوش اهميه لهذا كيجي الترطيب. ملي نقولوا الترطيب كنعطيهم هاد الزويتات، وملي كنقولوا الزيوت كنعطيو زيوت لمضادات الاكسده، وكذلك زيوت اللي غنيه بفيتامين او. ملي تنقولوا مثلا زيت البلديه، زيت البلديه اش فيها؟ زيت البلديه فيها مرحبا نقول زيت البلديه، زيت البلديه غنيه باش مضادات الاكسده، وغنيه بالدهون، الدهون الاحاديه غير مشبعه، وكذلك فيها فيتامين او وفيتامين ك. وملي نقولوا هذا الخير كامل كاين في زيت البلديه، اش غنحفزوها باش غنديروها؟ غنضيفوا لها حويجات اخرين بحال اش؟ عندنا زيت البلديه ناخذوا من دو تيغ، احنا خدينا دو تيغ من زيت البلديه، اش غنزيدوا عليها؟ نقدروا نزيدوا عليها مثلا زيت اللوز، زيت الكوك مثلا، زيدوا زيت شجر الشاي هو رائع، زيدوا زيت جوجوبا، زيت وسيدهم اللي قلت لك المره اللي كيدير الترميم، زيت رشيم القمح كيدير الترميم كيخيط. وملي نقولوا الترميم كيخيط، احنا غنجيو ان شاء الله باذن الله في وصفات اخرى ان شاء الله ديال اللي كترمم وكتخيط. في هذه الحاله نيت في هذه، ملي غنوصلوا للناقوس الثاني شنو هو؟ الناقوس الاول هو ملي كيكون فتحات غوز بداو كيعطيو لك المؤشرات ديال الدم وفتح باقه جديده، غنرجعوا للتخيط والترميم. لهذا يماسيو ويدهنوا ويشوف ملي نقولوا يماسيو، يماسيو بصفه دائريه، مازال غنجيو واحد الطريقه اخرى ان شاء الله. ولكن هادو لمن اللي وصلوا للناقوس الاول والناقوس الثاني والناقوس الثالث عندهم واحد الطريقه ديال الدهن وطريقه ديال المساج، حيت بعض المرات الطريقه اللي كانت سيئه ديال المساج راه كتعطي عواقب، كتزيد تفاقم المشكل اكثر. اجي امتى كنحصلوا على نتيجه مزيانه؟ مع المداومه ومع هاد الزيوت ملي كيكون المستوى الاول ولا سيري بغيت كرضا؟ هذه جاي لها ملي يكونوا في الناقوس الاول يكون الخطيطات وصلوا غوز يعني مؤشرات ديال الدم فتحه باقه جديده، كنعرفوا من الاسم كيجرح كيدوز الدم، راه حتى هي راه تفتحت غتعطيك اللون الغوز، هذيك غوز راه مؤشرات ديال الدم. هذيك الحاله نقدروا نعتقوا غنقدروا نعطيوها بحال مثال، بحال مثلا الناس تاع ديم لي فاريس، يلاه العريقات كيوليو غوز نخدموا على راسنا، ماشي تيوليو زرق ويوليو خضر ويوليو ما عرفت شنو كحلين وقهويين باش نقولوا لا. في الابان في الافتتاحه يلاه بانت ديك راه كنجيو اش كنديروا؟ كنت ترميم، ترميم هو التخييط. ومن نقولوا التخييط نقولوا الحويجات اللي كت خصوصا الاعشاب والعناصر اللي كتكون قابضه، القابضه هاي سميتها شرحها عرفتي فاش هضرنا على الشبه فيها عنصر قابض من شلوبي فمنا كيلمط لنا اللحم على كذلك. في هذه غنحتاجوا عناصر واعشاب قابضه، ما يقولوا اعشاب قابضه حوجات اللي كترمم وكتخيط. اش كنلقاو على راسهم؟
كلقاو البروبوليس كيخيط كيربط الانسجه وكيحفز وتلهج الجرحه كيلمها كلقاو البروبوليس نعطيهم تخليطه وهما يديروا عادي لهم ثلاثه تخليطات وحده لاباز ديال الزيت كتصاوب خاصها 15 يوم باش تكون موجوده هي يمكن نسبقوها للكبليه هي نسبقوها هي الاولى في حلقه ديال اليوم نعطيو خلطه ديال الزيوت وغدا ان شاء الله نعطيو خلطه ديال البروبوليس الخلطات اللي جاهزه باذن الله هادو غيحتاجوا لالا اما زيت البلديه اما زيت نوار الشمس علاش زيت البلديه غنيه هضرنا عليها زيت نوار الشمس فيها عنده خاصيه زوينه من غير انها فيها فيتامين او عندها خاصيه شنو هي هو ابسورباسيون اي منتوج درناه فيها كتمص سير بغيت الكردا كتمصو ها هي مصاتو هذوك الاعشاب اللي خمرناهم فيها تلقوه فيها هي واكثر الا درنا لهم واحد الحاجه زوينه نزيدوا واحد معلقه كبيره ديال خل التفاح مثلا نعطي خدينا السيترو ديال الزيت السيترو ديال الزيت البلديه مع جوج معالق كبار ديال خل التفاح مع معلقه واحده ديال خل التفاح معلقه غنزيدو العناصر اللي قلنا فيها قابضه اش كنلقاو كنلقاو مريوت مريوت كنلقاو الجمره قلت لك الجمره فاش هضرنا عليها الاول الجمره وهاد الجمره سبحان الله العظيم تجمع فيها متفرقه في غيرها دابا الاعشاب كاين القابضه وكاين الدابغه وكاين المرطبه وكاين المجففه هاد الجمره جمعت بيناتهم كاملين فاش ما دارت عفوا فاش ما دارت كتخدم الا كانت البلاصه مترهله كتزيرها تقبضها لقات البلاصه ناشفه كتلينها عندها فعل وراد الفعل كنزيدوهم ثاني كذلك نقدروا نزيدو حتى البروبوليس ونزيدو كذلك الخياطه نزيدو مثلا المصاصه نزيدو كذلك بيموت نقدروا نزيدو حتى اللوايه ممكن ايش من اللوايه ماشي اللوايه اللي كتسرح تكون جناب الضايات لا اللوايه الغابون اللي كتطلع اللي كتسلق راه كيديروا كيزينوا بها الجراد يزينوا بها يعزلوا الوريقات اللي كيكونوا صغيورين كتكون فتيه كتطلق لينا ماشي اللي كرمت اللي كرمت وماشي كرمت كاع نقولوا اللي باقا اللي كبرات يبعدوا منها نمشيو الحاجه الفتيه الوريقه الفتيه كنقول لهم اللوايه راه كاين اللوايه الناس غير كاين بعض الطرق المهم نقول لهم حتى دابا باش يعرفوا حتى هما اللوايه كاين جوج كاين اللوايه اللي كتسرح كتكون جناب الضايات جاو الويدان لا الويل كتطلع تشد في الشجره وكتطلع فيها تسلق فيها تشد في الشرجم تشد في خاط خيط عضو كتسلق هي هذيك نعاودوا لهم يجيبوا الزيت نسيطروا ديال الزيت اما بلديه اما زيت نوار الشمس ويخمروا فيه مريوت هادشي اللي غنقول كامل كله مطحوق كله لا جاف وكارم ومطحون باش يعطينا الطوع باش دغيا تحلل لينا حنا غنزيدو معلقه ديال خل التفاح باش العناصر يتحلوا ويطلقوا لينا في هاد الزويته عشان نعطيهم نقول لهم يديروا فيها يديروا فيها مريوت يديروا فيها الجمره يديروا فيها البروبوليس يديروا فيها خياطه يديروا فيها مصاصه يديروا فيها بيموت يديروا فيها اللوايه هادو معلقه كبيره معلقه كبيره مطحونه ويديروها حتى كذلك البروبوليس يديروا معلقه كبيره ويديروا هادشي في الزويته هي بلديه هي زيت نوار الشمس ويسدوه مزيان وينخدوه ويدوزو في حمام مريم مثلا حداهم شي بالكو شي شراجم شي حاجه وخصوصا تكون قرعه كحله لون غامق ويحطوها فيه ويومين تحرك خاصها تستمر تبقى مده خمر بعيد عن اشعه الضوء قرعه تكون كحله خضراء زرقاء المهم شي لون يكون غامق ودائما تحرك ما عندهم الشمس وما عندهم بارطما صغيره ولا شي حاجه يدوزوها في حمام مريم تقريبا يوميا من العشيه عشيه يدوزوها في الليل ويطبخوها مزيان ومن بعد يحيدوها يحطوها واحد شي فران شي حاجه باش تبقى ترجع على الصاد لمده 15 يوم وينخدوها مزيان ومن بعد يصفيوها ياخذوا ديك الزويته وداك التخت اللي بقى تماك ما غنضيعوش حنا اش غنديروا الا كانوا عندهم هاد الخلطه تاع الزيوت اللي قلت قبيله اللي غنيه فيتامين او يجيبوا شويه شويه ويزيدوا عليها علاش هذوك الزيوت غنيه ومحفزه وبقاو ديما كنجدوا السير بغيت كرضا ثاني هادي تجي هادي غوسيكلاج اللي هي حاد قطر كاع وتقد هني بشكل يومي هادي غنديروا بها مساج هنا غنرجعوا لطريقه المساج الا كان الوقت راه يمكن انا نهضروا عليه غدا ان شاء الله باذن الله نشرحوا كيفيه المساج باذن الله بعد صافي اوكي ونحتفظوا بالوصفه راه غادي نحتاجوا لها غدا ان شاء الله نرجعوا لطريقه الاستعمال ديالها مرحبا كنحييك وتنشكرك خويا فتح الشاب لهلا يخطيك لدرجه على متعه الوقت معاك ما كنحش بها كنبداو كيقول لي صافي سالينا سالينا يلا هكذا كنوصلنا لنهايه مشوار حلقتنا ديال اليوم برنامجكم الأسري لالا فاطمة.